لو سمحت باخذ العربه ممكن؟ لا هات هذه. تعال انت باخذ العربه اخوي تصير هات هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم بالمقطع السابع من سلسله بدايه فقيره مع الاسطوره روز. بالمقطع اللي طاف وعدتكم وقلت لكم ان شاء الله بالمقطع الجاي راح نشتري وظيفه التاجر، وان شاء الله بالمقطع هذا راح اشتريها. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه ويلا نبدا. نقول بسم الله ونبدأ المقطع السابع من سلسلة بداية فقيرة مع الأسطورة روز. وبالمقطع هذا إن شاء الله راح أشتري طاولة التاجر، باقي لي قطعة ذهب واحدة وأخلي روز تلعب بالفلوس لعب. أول شيء بسوي تحدي يومي تلف سامي سار. التحدي يقول بدل الملابس. نبدل الملابس ليش لا؟ نروح ل الستور وان شاء الله اذا حصلت ملابس حلوه باخذهم، اذا ما حصلت ملابس حلوه ابي ابدل ملابس عشان التحدي وارجع ملابسي. اذا ما حصلت ملابس حلوه ابي اسوي التحدي وارد ملابسي هذه، فهمت شلون؟ لان ملابسي حلوه صراحه ومجانيه لاني شاري نسخه الالتيميت اديشن. نروح نشوف الملابس، نشوف الكوت شنو في شيء فاتح يكون شيء حلو يعني. خلنا نلغي نظرة. والله هذا حلو بس بالذهب. أنا من وين أجيب لك ذهب؟ أنا من وين أجيب لك ذهب؟ هذا حلو صراحة. هذا حلو. بس باخذ أرخص شيء عشان أسوي التحدي بس. لا 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 باخذ المجاني. عشان اسوي التحدي وبسوي مقطع خاص حق الملابس، بجيب لها ملابس جديدة. نروح ناخذ الملابس هذه جيبها. يحسب لي ولا لا؟ حسب لي. شوف شلون؟ اعطاني ذهب. الحين ارجع ارد ملابسي نفسها. وهذه ملابسي. جيب هذا، هذا افضل من هذاك طبعا. وعلى طول باونتي على طول، نبي ذهب حنا اليوم. يلا بنجيب التاجر في اسرع وقت وخلي روز تلعب بالفلوس لعب وخليها من اقنياء ردد. خلينا نشوف الاسلحه نظيفه ولا لا. نظف الاسلحه قبل ما تدش اي باونتي، نظف اسلحتك تاكد ان الاسلحه نظيفه. جيب الخيل، خليني انظف الفارمنت. اقول صوت لا افجر وجهك والله. نظف هذا شوف شلون. بعدها على طول جيب باونتي عادي. بعد الباونتي بعد ما اشتري طاوله التاجر ممكن اقول روح لا افجر وجهك. ترى بعد ما اخلص من التاجر ممكن اسوي مهمه رئيسيه للعبه اللي هي مهام هورلي اللي حررني من السجن. حلو تمام. الحين انا جاهز للباونتي. انزلي انزلي يا مجرمة ردد اونلاين. جيب هذا سريع سريع. خل اشوف مكانه وين. بعيد شوي، شايفينه وين؟ بالقطار. اوف والله شكله ممتع تصدقون. عموما خل نروح له. بس مكانه من وين؟ من وين اطلع له انا؟ اطلع له من وين؟ اطلع له من وين؟ اطلع اروح يسار. حلو. اروح يسار. وطبعا شباب احب اشكركم على دعمكم دعمكم بالقناه عموما وخاصه ردد اونلاين، دعمكم الاسطوري. كومنتاتكم الجميلة شكرا لكم، الله يسعدكم. فعلا كومنتاتكم تخلي الواحد يكمل ويبدع. ودي انزل مقطعين باليوم مو مقطع بس للامانة ما اقدر، صعبة جدا وضغط. شكرا شكرا لكم. الحين قربت للقطار بس المشكلة اعطاني وقت يعني اكثر من ربع ساعة. ليش؟ ايضا انت بحاول نطلع للقطار. روح
نط يا مجرم انت. والله جد جد طبعا انا سمعت صوتها اذا ضربوها شلون تصيح. هذا الباونتي؟ لا لا يلا يلا ودي انت الملاعب. خليني اروح اربط الباونتي. وين صعدتي يا روز؟ وين صعدتي؟ تعال تعال. لا 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 عندي واحد عندي واحد. وين الباونتي فيكم؟ وين الباونتي فيكم؟ خلي لوته. خلي لوت هذول وجهك دقيقة لا تتحرك باونتي اوكي؟ يا جماعة التلويت مهم جدا خصوصا بالبدايات. الحين بينتظر القطار يوقف بس. شي ليه؟ انا اخاف انط ويموت فانا ما ابي يموت. يبغى بحذف نفسي. بسم الله الله اكبر. ما مات صح؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا الحين لازم ننتظرنا كم؟ ربع ساعة. اوف 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 احذف احذف احذف. ها تبي تحررون الباونتي خويكم؟ شنو؟ هاك هذي هاك هذي هاك هذي وهاك هذي. تعال جيب تعال خلوتك تعال خلوتك عشان ما تصير ملقوف ثاني مرة. والله يا شباب تدري شو بسوي؟ والله بروح اسلمه والله بروح اسلمه. يعني ربع ساعة والله كثير. عموما انا ما احتاج كثير ذهب، احتاج لي قطعة ذهب واحدة. قطعة ذهب واحدة ان شاء الله. وشاري التاجر التاجر يا شباب. الله نروح اسلمه. ان شاء الله اوصل لرانك 20 واخذ خريطة كنز بعد. وبعدها على طول اجيب ال اجيب طاولة التاجر. يلا سلم 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 على طول على طول على طول على طول على طول على طول. توخر انت توخر. ما اتوقع راح يعطيني ذهب كثير. اتس فاين ورك اتس فاين ورك. فلوس وذهب نايس ورك. هذه خليها لك. كم يعطيني ذهب؟ باقي لي شوي بعد. ابي اخذ باونتي ثاني. باقي لي 100 اكس بي واوصل ليفل 20 واخذ خريطه الكنز واجيب التاجر ان شاء الله. يلا الباونتي هذا ان شاء الله وخالصين وشارين وظيفه التاجر. طاوله التاجر وبدايه الاموال. تأتيك الأموال من حيث لا تعلم. مع منو؟ مع التاجر طبعا. والله يا رحت لي مشوار رحت لي مشوار لا أحكيكم. جيب الشاتجن ودرعم. يلا ودرعم. دمري مستقبلهم يا روز. دمريهم. ابي تقطعينهم حتت. يلا يلا نقول بسم الله وروح. والله انك عن عشر عن عشر دجيل. ايش قاعد تشرب انت؟ اي لا 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 ما اتفقنا ما اتفقنا ما اتفقنا. ما اتفقنا بالغدر انت وياه. الغدر ما هو من طبعي. انا جايكم
حلو. ابي الباونتي وينه؟ هو متى هرب زين؟ انا ما شفته بالخريطة والله. تكفين لا يهرب يا روز. اي والله صح. والله قلنا ان انت عن عشرة تجيب بس ما حد مصدقني. تعال تعال. تعال يا جبان تعال. تعال قسم لا ربطك. لا ربطك نفس العجل الحين. تعال. تعال. احنا جايين ندور الذهب وانت تهرب. بروح اسلم على طول ما راح انتظر سبع دقايق. صوت هش. طبعا انصحكم انكم تنتظرون السبع دقايق بس انا ما ابي انتظر لان انا عندي شغل فلازم اني اخلص المهام بسرعه واطلع. طاولة التاجر وصلت. طاولة التاجر في متناول يدين روز. طاولة التاجر أصبحت قريبة جدا. طاولة التاجر أقرب من الأحلام. الحلم أصبح حقيقة. الحين نروح تدرون وين؟ نروح للبريد وناخذ خريطة الكنز ونروح ناخذ الكنز وبعدها على طول نشتري طاولة التاجر. جيب واحد خريطة يا حبيبي. ما في ولكم. جيب واحد خريطة يا حبيبي. جيب واحد خريطة يلا. واخذ كل شيء. نطلع بسرعة 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 روز. بسرعة يا روز. يا أم الورد. لف يمين. أغرق. خريطة الكنز لازم تعرف مكانه وين. مكانه أوه بعيد. هروح له. هروح له لو على إيديني. لأنه ذهب وأنا أحتاج الذهب الحين. شوفوا المسافة وين. لازم اروح فاست ترافل اسافر هني فيني فاست ترافل اسافر عليها واجي على طول. الحين قربنا وبلش العد العكسي. وخر على التماسيح. لا يقطعونك والله يقطعونك اربا. ان شاء الله نحصله بسرعه. ان شاء الله انه ما يطول بس. اوف 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 اوف. هذا وين ما اروح خنزير. ما مو خنزير تمساح. وين تتوقعون الكنز صاير؟ ان شاء الله اني حصله بسرعه. قربت 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 قربت. الكنترول بيهز. تررت تررت. الكنترول بيهز. تررن تررن. جيب ذهب. تكفى قطعة ذهب واحدة. تكفى قطعة ذهب. لا ما ابي ذهب واحدة. ابي يعني اجيب 15 قطعة ذهب وخلاص. انا راضي. ما ابي زيادة. انا مو طماع. تكفى. خمسة عشر قطعة ذهب فاصلة خمسة يعني عندي زيادة ذهب. الحين شنو للتاجر؟ على طول على طول الطاولة على طول. قبل لا أروح للتاجر في شباب هناك ممكن يحتاجون مساعدة. ممكن يحتاجون جلد. أتوقع يحتاجون جلد مو مساعدة. وخر عن التمساح بس. نظف سلاحك. شايف التماسيح؟ بسرعة بسرعة. والله خيلي إذا شافت إذا 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 شم ريحة التمساح يحذفني.
اوه وقلت لكم خلنا ندش بالنص اول شيء. اوف خلني اكل. دقيقه مساء الخير يا شباب. ايش عندك هني؟ وانت بعد دقيقة شايفين علامة، شايفين الفلوس تحت لازم اخذهم. تخلوتهم اول شيء. لان انا بالبدايات شباب احتاج التلويت، التلويت مهم جدا، لازم الوت. صدق انا شوي يعني مزعج وياخذ وقت. بس يعني لابد من التلويت. لانك شنو تبي انت؟ انت داش اللعبة تبي فلوس وتبي ذهب. التلويت راح يعطيك فلوس ويعطيك اصعدي. شنو في خيلي؟ بذمتك هذا وقته؟ بذمتك هذا وقته؟ يلا 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 يلا. روز 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 مو متعود على الهروب طبعا. روز تحب تواجه مثل ما انتم عارفين. قلنا عن 10 جاجيل. تمام خلني اضيع الشرطه هذول. اعطوني وقت بس ما ابي انطر صراحه. 11 دقيقه او 10 دقائق لا يبا ما ابي انطر. بس انا ما ادري اذا نطرت راح يعطوني زياده ولا لا، فعموما ما راح انطر. فيها ذهب ولا لا؟ فيها ذهب والله. يلا يلا المخيم على طول على طول. وتبدا الاسطوره روز التجاره العظيمه مع كريبس. وان شاء الله الشهر هذا ينزل تحديث ل تحديث اللي شو اسمه يصير دبل على التاجر. اوف اوف يا الحلاوه. تصير بدل الحلاوه حلاوتين. هني الكلام، هني تبدا المتعه، هني تبدا ريد ديد ريدمشن. الله على ايامك يا كريبس. اول ما بديت في البلاي ستيشن اول ما شريت التاجر، بعدين شريت الطاوله، بعدين شريت العربة الصيد. يا الله يا فرحتي وقتها، والله يا فرحتي ما توصف. ندش على الاكويبمنت، ما شو اسمه هذه، نروح جيب واحد طاولة، جيب اوكي جيب واحد طاولة تكفى. الحين تبدا التجارة، والحين يبدا الشغل، والحين راح نصيد حيوانات ونجيب نسلمه طبعا. بجيب له قزال ثلاث نجوم وحاول اخذ جلود وناخذ الطيور، يعني راح اسوي اليوم حفلة مع الحيوانات. عموما الحين اعطاني مهمة على طول مثل ما انتم شايفين. طبعا على طول حارب حار التاجر ما عنده. والله المشوار كان شوية بعيد، بعيد حبتين، بس اهم شيء شنو؟ لازم نسرق العربة. ان شاء الله يعطيني فلوس كونها بداية او اول مهمة مع كريبس. لو سمحت باخذ العربة ممكن؟ لا هات هذي. تعال انت باخذ العربة اخوي، تصير هات هذي. لان استأذنت منك ولكن انت ما تبي تعطيني اياها بالطيب، شو اسوي لك زين؟ بس العربة هذا سريع يا شباب، والله روح. اول شيء قال لي اسرق العربة، واضح انه التاجر قاعد يحرضني على السرقة علشان يعطيني فلوس طبعا. اول ما اسلم العربة على طول بروح اصيد حيوانات طبعا علشان نبدا نعطيه حيوانات وهو يشتغل، وبعدين يقول لي وصلهم ويعطيني فلوس. فهمت شلون؟ يلا جيب فلوس يا مدير. طبعا هذه هي تعتبر المهمة الأولى مع كريبس. فلوس فلوس. أنا كلام أنا ما أبي. شكرا ثانك يو. هذا كلام
ما ينفع، نبي فلوس. طبعا التاجر يا شباب ما يعطي ذهب للي ما يعرف، بس فلوس، فلوس اكس بي. حلو تمام، ما اعطاني فلوس، اعطاني السمول ويجن. خلوني استعرض لكم اغراض التاجر وشنو المهم وشنو الاشياء اللي كيفك تشتريها ولا لا. الحين بوريكم اغراض التاجر وشنو فائدتهم. اول شيء عندنا الثيم، مجرد شكل طاولات للمخيم اذا حاب تخلي مخيمك كشخه. طبعا عندكم هذه حق الباونتي، هذه حق الكوليكتر مدام نزار، وهذا حق التاجر ليفل 5. وعندنا بعدها الخيام، مهمة الخيام خصوصا الخيمة الكبيرة علشان تقدر تسوي لارج كامب، تسوي مخيم كبير وتجيب لك عصابة مكونة من 7. لازم تاخذ خيمة كبيرة وتكبر المخيم. بعدها عندكم الأعلام، مجرد شكل. عندكم هذه القائمة تعتبر هي المهمة. أول شيء الفاست ترافل مهم جدا، يفتح ليفل 65. من خلال الفاست ترافل هذا تقدر تسافر من أي مكان للمخيم على طول، وراح يختصر لك وقت كثير في اللعبة. بعدها عندكم طاولة التاجر، طبعا من أهم الأشياء، وفائدتها أنك تعطي التاجر حيوانات ويقعد يقطعهم ويشتغل، بعدين يقول لك وصلهم ويعطيك فلوس. بعد عندكم الستيو بوت، هذه ما هي مهمة، ممكن يجيك تحدي يومي يقول لك أكل بالمخيم، تجي عندها تاكل ويعطيك ذهب. ممكن بالأربع شهور يجي تحدي واحد، فتعتبر اختياري. عندكم الميديم ديليفري ويجون، هذه تعتبر مهمة عشان توصل البضاعة للتاجر، اللي راح تعطيك تقريبا ممكن 300 أو 400، تعتبر الميديم يعني الوسط. في عندكم اللارج راح أجيها بعد شوي، فأنا ما أنصح بهذه، أنصح باللارج أفضل، راح نجيها بعد شوي. عندكم الويبون لوكر، هذه تحفظ الأسلحة عندك في المخيم، للأمانة أنا ما أستخدمها. وآخر شيء عندكم هذه، فأنصحكم تشترونها عشان يكون شكل المخيم، بس طبعا 500 دولار. بعد عندكم الكلاب تكرمون، مجرد شكل طبعا. وآخر شيء عندكم ملابس للتاجر، إذا حسيتوا أنه ضبطكم بفلوس هم ضبطوا بدلوا ملابسه. حلو، الحين نطلع نروح نروح للقائمة، بوريكم شغلة. نروح للبروغرس، بعدها نروح لرولز، بعدها نروح للتاجر. الحين بوريكم أغراض التاجر على السريع: سادل، ملابس، خيل، حزام، حزام المسدس، مطرقة أو شاكوش، الستيو اللي قلت لكم عنها تاكلون بالمخيم عشان تحدي الذهب اليومي ما أنصح فيها، ملابس، نايف، مخيم حلو شكله، جلافز. هذه الميديم ديليفري ويجون اللي تخليك توصل بضاعة 50%، يعطيك ممكن 300، ما يعطيك 500 نفس الكبيرة أو 600، يعطيك متوسط. فبالبداية اشترها، مش أمورك ولحد ما نتطور، وراح نجي للكبيرة الحين. بعد عندنا شنو؟ هذا شنو؟ هذه مات الأسلحة اللي تخزن فيها أسلحتك، هم أنا ما استخدمها. خيل، مكان المسدس، قصة، ملابس، خاتم. هذه طبعا هذه الأساس، هذه اللي تشيل فيها حيوانات حق التاجر. الحين أنا بالبداية ما عندي العربة هذه، فش أسوي؟ أروح أشيل حيوان أودي للتاجر. إذا شريت هذه راح تشيل 5 حيوانات، يعني راح يختصر لك وقت كثير، فهذه تعتبر مهمة جدا في التاجر. بعد عندنا سكين للسلاح البوم، بعد عندنا اللارج ديليفري ويجون، هذه اللي راح توصل لك بضاعة حق 500 و 625، هذه تعتبر التوب، فهذه اللي أنصحكم فيها. وبس مشوا أموركم بهذه بالبداية لحد ما تتطورون وتشترون طبعا هذه. طبعا هذه مو مال التوصيل، هذه مال بس تشيل حيوانات وتوديها للتاجر، فمهمة جدا. عندكم ملابس، قبعة، نظارة، خيل. والحين نروح نبدأ صيد، الحين نبدأ صيد ونعطي التاجر. وين الخيل؟ طبعا أنا ما عندي أكل، ما شريت أكل والله، بروح أشتري أكل وأجي بسرعة. الحين أنا بشتري أهم شيء حق القلب.
انا دائما اخذ من هذا، هذا حلو، هذا حلو. شوف يعطيني نص للقلب، باخذه وبرجع على طول ونصيد الحيوانات، بعطيهم بالسنايبر والله على راسه. بعد 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 بس 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 الحين برجع للمخيم على طول. يا اخي انا احب اشتري من الفالنتاين، انا احب اشتري من الفالنتاين، احس الستور اللي فيه فيه كل شيء، كل شيء تبي موجود. اما في بعض الستور يا اخي ما فاضي، تحس وخر انت. بروح لاقرب فاست ترافل، اقرب فاست ترافل للمخيم وين؟ هذه هذه هي. الحين وانا رايح للمخيم ابي اتفنن في صيد الحيوانات، ابي اختار نبي الفارمنت الفارمنت الفارمنت. هذا شنو؟ قراب ما ابي، ابي شنو؟ ابي قزال، ابي بط. خلنا ننظف الأسلحة عشان نعطي الحيوان ون شوت ويطيح بثلاث نجوم. حلو، أنا أهم شيء عندي شنو؟ أهم شيء عندي السنايبر علشان أعطيه واحدة براسه وأرديه قتيلا. هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. انزلي انزلي يم الروز، انزلي يم الروز. كم نجمة؟ تكفى لا تقولي نجمة واحدة، تكفى. نجمتين ليش؟ ليش نجمتين؟ قول انقصت النجمتين بعد. لا ما انقصت، حلو. باخذ منه سكين. الثلاث نجوم اخذه كامل، اما النجمتين لا اخذ سكين بس. يعني اقدر اشيل خمس سكنات وحيوان كامل واحد وطيرين اتوقع اقدر، يعني من البط اثنين ومن القزال الجلود خمسة ومن الحيوان الكبير واحد. هذول اثنين تكفى ثلاث نجوم. كم نجمة زين انت؟ نجمة ابي ابو نجمتين. هذا طلع راسك، وهذاك واحد بعد طلع راسك. باخذ منه الجلد طبعا. النجمتين ناخذ منه شنو؟ جلد. ثلاث نجوم لا اشيله، بس غريبة ما لقيت ثلاث نجوم ليش؟ التاجر قاعد يناديني يبي مني شغلة، ممكن يبيني اروح اجيب له شغلات وارجع، فهمت شلون؟ ممكن يبيني اسرق له. وين تو مني؟ وخر انت خليني افجر وجهك. وانا رايح طريقي على المخيم، هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد. كم نجمة؟ ثلاث، والله نايس. وقف وقف وقف، بلحق ما راح اخليك. وين راح؟ وقف 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 وقف، طلع راسك اشوف، وخ راسك انت يا خيلي. ثلاث نجوم بسرعة. الله 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 الله، ان شاء الله انهم ما انقصوا، ان شاء الله انهم ما انقصوا. تكفى تكفى. اوه الحين خذيت اثنين اربع نجوم
خذيت واحد كامل. ليش ما انزل تحت؟ واحد كامل ثلاث نجوم. خلينا ناخذ الارنب. تعال تعال تعال. كم نجمة؟ نوت باد، جيبه كله. ستو، تخليه على جنب الخيل. متعة الصيد يا شباب، والله متعة الصيد في ردد. في مهمة جانبية. في مهمة بس أنا وين؟ أنا معي حيوانات. اوف محشور، والله محشور من محشور شكله من نمر او شيء. شو شلون هذا الجاكوار؟ بس خلاص يلا يو ار فري. يلا انت الحين خليني اقطع الحفل. شلون اقطع الحبل زين؟ يلا تعطيني شيء زين ولا؟ زين انت منو مربطك زين؟ من اللي مربطك؟ اعطاني. اعطاني شغلات. تكفى خريطة. Ain't much, I know. But لا 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 روز 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 روز. بالخطأ بالخطأ والله. والله ضغطت مثلث بيركب الخيل يا الله. آسف يا أخي والله ما أدري، هي ملقوفة شوي. يلا خلنا نروح المخيم. وحنا رايحين صيد لنا بعد كم حيوان. خلنا نعطيهم للتاجر. طبعا يا شباب يطول ترى على ما يعطيك البضاعة. يعني شوفوا الحين لو هذا واحد هذا واحد هذا حيوان قريب. خلني اصيده. كم نجمة؟ اطلع بسرعة. هذا خنزير بسيطة بعد. طلع راسك. نجمة واحدة. كلهم بعطيهم التاجر، كلهم بعطيهم التاجر. خلنا نشيلهم. قاعد تفتر عند المخيم، مجنون انت. ما تدري ان التاجر يبي حيوانات. اوه صفر. كلهم كلهم عطى كل شيء. خلنا نروح اجيب له الخنزير بسرعه. لا خنزير. نجمتين بعد نايس. الحين بجيب، ممكن يبيني اجيب له مهمة التاجر. طبعا ممكن تكون اخر شيء بالمقطع وبعدها خلاص اختم، لان ما بيكون المقطع طويل حيل، يعني ممكن نص ساعة اكثر. هذول الخنازير ايش كثرهم؟ خلنا نروح اصيدهم. هذا كم نجمة؟ اوه ثلاث. لا تكفى، ليش تدعمينه يا غبية؟ نقصت النجمات.
يعني التاجر يمكن يبيع له 20 غزال يا الله يكفي. يلا يلا اخر خنزير اخر خنزير يلا. طبعا هم ياكلون خنزير كانه خروف. انا ملفات والله قديم انا ملفات. الحين نعطيه الاثنين ولا شيء ولا شيء حسب لي. جيب مهمة جيب السارت يلا. الحين يطلب مني اني اروح اجيب له شغلات وارجع. I like to think we've always had a pretty flat hierarchy, right? Right. So, could you just go collect some more preserving supplies for me? I just ran out again. يعطيني وقت ولا لا؟ حلو ما في وقت ممتاز. خلنا نشوف. اوه في وقت والله. المهمة هني راح تكون. يلا روح لها على السريع السريع. شنو المطلوب؟ نسرق بعد. اوه جيب والله خبيث التاجر. ها المفروض هذه يعطيني عليها اكس بي ما يعطيني عليها فلوس لان هذه ما هي بضاعة. في فرق بين انك تجيب وبين انك تودي. فهمت شلون؟ تعالوا وينكم؟ تعالوا عندي تعالوا عندي. تعال تفتح الاغراض ما يصير هذا حق التاجر يا حبيبي. يلا باي سيو. شو بقول ليش تسرق اغراضنا يا مو انا هذا التاجر قال لي روح جيبهم وانا جبتهم. اوف 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 تعال 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 قرب قرب تعال. طاح طاح طاح. يلا باي. والله خيل يا شباب راح فيها تعب بس وصلت خلاص. يس الحين لازم نشيل الخيشة هذه ونعطيها التاجر ويعطينا اكس بي. نايس ورك. جيب جيب اكس بي. نايس ورك. بيني وبينك وعد وميثاق. 500 اكس بي والله حلو. اعطاني 500 اكس بي للتاجر واعطاني 500 اكس بي لي. شفتوا الاغراض اللي جبتهم الحين؟ هذه اذا جبتهم لا يشتغل 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 عشان اوصل البضاعه. اذا ما جبتهم ما يشتغل يوقف شغله. فهمت شلون؟ يعني تصير في عنده شلل بالحركه. لازم اني اروح اجيب له او اعطيه فلوس اقول له هاك فلوس واشتغل. لا تعطونا فلوس انتم روح جيبوا الاغراض له افضل. وهني اكون وصلت لنهايه المقطع ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمه. والسلام عليكم.